اليوم سنتحدث عن الجزء الثاني من سلسلة تاريخ الرياضيات وهو الحضارة المصرية. فمع بداية القرن 31 قبل الميلاد بدأت الحضارة المصرية القديمة عندما وحدها الملك مينا، وقدمت الحضارة عدة إنجازات في مجالات عدة، وسنعرض اليوم الجزء المختص بالرياضيات. في عام 4000 قبل الميلاد اكتشفت كتابة النقش على ألواح طينية التي كانت تدوم طويلا على مر السنين، ولا يزال حتى يومنا هذا بعض الألواح التي يزيد عمرها عن 4000 عام. أما المصريين فقد اعتمدوا الكتابة الهيروغليفية، وكانت رموز الترقيم بالهيروغليفية سهلة جدا، ففي بادئ الأمر كان يتم العد عن طريق وضع خط صغير لكل وحدة، ولكن تغيرت الطريقة بسبب الأرقام الكبيرة، فقد رمز لكل مجموعة رمز خاص، فالوحدات كان يرمز لها بخط عمودي صغير هكذا، أما العشرات فكانت ترمز على شكل نصف دائرة، والمئات على شكل تسعة، والآلاف على شكل هلال على قاعدة مثلثة، أما عشرات آلاف كانت على شكل خط منحني. فمثلا هذا الرقم كان يرمز له بهذه الطريقة، فكان يستخدم المصريين الأرقام لتسجيل الغنائم وأوقات الفيضانات التي يحدثها نهر النيل، وكما استخدموها لتقسيم السنة إلى 350 يوما باتباع التقويم الشمسي. ولم تقتصر احتياجات الحضارة المصرية على العد والمقياس، بل اهتموا أيضا بالهندسة التي كان مؤلفها المهندس الأسطوري للفرعون زوسر. ولكن تطور الرياضيات لهذه الحضارة شهد ركودا لمدة حوالي 2000 عام، ومن ثم تبين الحضارة حاجة للتقسيم بعدما كانت تستعمل الأعداد الطبيعية، فمثلا كتقسيم ثلاثة قطع ذهبية على خمس أشخاص، ولذلك قاموا باختراع الكسور وقد رمزوا لها على الشكل التالي، وقد أجريت عدة تعديلات على ترميز الكسور عدة مرات. وقد عمل الحضارة على علم الحساب حيث طورت الكسور وقامت بدراستها على أنها الشيء وجزء منه، كما اكتشفوا قوانين جمع الكسور وضربها وقسمتها ووضعوا قاعدة الثلاثة التي ظهرت في حاجتهم في صناعة الخبز وتقدير مقاديرها لكل كمية من الدقيق، كما عملوا في مجال الجبر من خلال حل المعادلات من الدرجة الأولى ولكن عن طريق الاختيار الخاطئ. وقد قام المصريون بإيجاد حجم الدائرة حيث اكتشفوا أن مساحة دائرة بقطر 9 وحدات تساوي مساحة مربع ذو ضلع يساوي 8 وحدات، وعندها توصلوا إلى رقم قريب لقيمة طه أي الباي، وهي 3 زائد 1 على 6، وكانوا يقسمون الأحجام إلى أحجام أصغر معروفة لمعرفة محيطها. كانت إنجازات واكتشافات المصريين في مجال الحساب والهندسة كثيرة، ولكنها بقيت محدودة لأنها كانت حسب الحاجة والرغبة، مما أعطى الفرص لبلاد ما بين النهرين ليحرزوا إنجازات في هذا المجال.